ثم تناول الاجتماع التأكيد على ما سبق أن وجه به دولة رئيس مجلس الوزراء من أهمية التواصل الجيد والفعال مع السادة النواب، وأكد على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للسادة النواب في لقاءاتهم مع السادة الوزراء والاستماع إلى المشاكل والعمل على حلها، خاصة الجماهيرية منها. كما أكد على ضرورة تسهيل التواصل وانتظامه بين السادة النواب والوزراء